روى ابن حبان في صحيحه فقال: هذا هو الخبر المدحض لقول من زعم، يعني الدافع لقول من زعم أن صلاة الناس للتراويح في شهر رمضان ليست بسنة. وذكر حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى وصلى رجال بصلاته. ولذلك قال البيهقي في شعب الإيمان لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتراويح في أول الأمر، قال: هذا تأكيد لفضيلة صلاة التراويح جماعة.